بعرف هاد ليكول ايكول مزيانه زوينه في عندها بزاف ديال الزافونتاج. اول حاجه اداره كاع ما تلقى اللعب التلاميذ ستريكت كتعرف شنو كدير عندها دي بروف مزيانين كتقيد لابسونس الا غيبتي كتعيط لوالديك باش تعلمهم تقلب على جوستيفيكاسيون علاش تغيبتي ياك الا كان مشكل عندك كتقدر تحاول تحلو لك قلال اللي كيكون عندهم دي رابور ولا دي زافراكسيون في المدرسه اداره ضابط الامور ديالها ولي بروف هما مزيانين فحال في الاس في تي كان عندنا انا انسبكتور ديال لا ماتيير ولسه نافونتاج كبير انه يكون عندك انسبكتور ديال لا ماتيير اللي كيكون عارف شنو عندك في الاطار المرجعي ديالك كاين الشارج ديالك شنو كيكون فيه شنو ما خصك دير شنو ما حوايج خصك تركز عليهم حوايج ما خصك دير اللي كيمشي مهمين بزاف في الفيزيك عندنا ان دكتور في الفيزيك حتى هو كان مزيان عارف شنو كيدير شحال من عام وهو كيقري عنده خبره كيقري في سوبيريور كيقرينا حتى حنايا دونك فاش كيعاملك انسبكتور ولا ان دكتور كتحس بلي راسك انت ماتور ولا فعلا عندك واحد المسؤوليه باش انك تجيب الباك مزيان الانتيليجونس كانت ان لي بروف عاملونا كاننا دي باشوليه كاننا في كلاس تيرمينال دونك كاع ما اعتبرونا اننا فحال باقي نبراهاش اللي باغيين يلعبوا ولا باغي شي حاجه ثانيه اعتبرونا اننا عندنا اوبجيكتيف واحد هو اننا نجيبوا الباك ونجيبوا نقطه مزيان استاذ غجدام عبد الجليل استاذ ديال ماده علوم الحياه والارض منذ سنة 1983 مهنة التدريس هي مهنة مرتبطة بالتربية واللي فيها الأستاذ خصو يكون قدوة للتلاميذ ديالو بحيث أن إلا بغيتي الناس يحترموك خصك تحترمهم والاحترام مرتبط بالسلوكات ديال الأستاذ وبالإخلاص ديالو في العمل التلميذ ملي كتحترمو من خلال سلوكاتكم من خلال المجهودات اللي كتقدم كيكون الرد هو تبادل ديال الاحترام والمحبه ديال الماده ومني كيبغي التلميذ الماده كيبذل فيها مجهودات الشيء اللي كيسر له التوفق في المشوار ديالو الدراسي مجموعه مدارس ديال الياسمين هي مجموعه ديال المدارس المشهود لها بالكفاءه والتوفق منذ النشأة ديالها في الثمانينات الى حدود الفتره الحاليه وهي مؤسسة سر النجاح ديالها هو التدقيق في اختيار الأطر الإدارية والهيئة ديال التدريس وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية لنجاح العملية التعليمية التعلمية. Tout mon parcours scolaire ici et j'ai gardé de très bons souvenirs. Les profs étaient très bien, ils nous suivaient, ils nous donnaient les conseils, des astuces. Ils n'hésitaient pas à nous faire des cours particuliers, des cours du soir. Maintenant je suis en terminale. J'ai eu mon baccalauréat, mention très bien, et cela c'est grâce aux profs principalement et grâce à la direction qui nous a fourni tous les matériels nécessaires, qui nous a fourni aussi des cours du soir et qui n'a pas hésité à nous faire des sorties scolaires pour pouvoir plus approfondir nos connaissances en SVT, sciences de la vie et de la terre, surtout en géologie. J'ai gardé de très bons souvenirs de cette école et je partirai avec les larmes aux yeux. الحمد لله تمكنت من انني نجيب الباك بمونسيون تري بيان الحمد لله ويعني هادشي بفضل الاساتذه اللي عاونونا ودعمونا ومن الاول ديال العام هما خدامين معنا بشويه بالريتم تاعنا ما كيفورسيوش علينا شي حاجه كيخلينا نمشيو كيف ما بغينا حنايا وكيعاونونا في القرايه ديالنا والاداره هما يعني كانوا معاونيننا من ناحية ديال القراية وكيشوفوا واش ما محتاجين لوالو والحمد لله وفروا لنا أجواء مزيانة وهذا الشيء اللي خلانا تفوقنا هذا العام والحمد لله على كل شيء. أنا سعيد بالنجاح ديال البنت ديالي ولكن هذا النجاح هذا ما تمكن إلا بفضل المجهودات اللي قاموا بها الأساتذة ديال مدرسة ياسمين مشكورة والجهد اللي قام به في نفس الوقت الإدارة وكنهنئهم كما كنهنئ الطلبة اللي نجحوا في هذه السنة
امتحان البكالوريا وكنت نشد على ايديهم وكنقول بان مدرسه ياسمين قامت بكل المجهودات اللي يمكن تكون بها اي مدرسه واكثر لانه وفرت جميع الطلبه والاساتذه كذلك جميع المرافق وجميع الامكانيات اللي تمكنهم باش يؤديوا الدور ديالهم في اي في احسن احوال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.